متابعينا الكرام على بركة الله، نتواصل مع الشوط الخامس وهو الثالث للأبكار، الحقائق لمسافة 3 كيلومتر. فخلونا هنا نتواصل مع علوم الشوط، علوم الشوط والصدارة، ونفتتح الإذاعة بالكادر. نجد إعلان سهيل بن نصيف بن سهيل بن يطبع العامري، ونجد أبعاد أحمد بن سالم محمد الدرعي، ونسير للمركز الثالث. فعندنا رغد منصور بن صالح بن عبد الله بن حبتور العامري، المركز الرابع الذيب سالم محمد بن سالم بن سهيل العامري، المركز السادس عندنا سيوف أحمد بن حمد بن نصيب الجنيبية، والمركز السابع هناك وصلت شواهين محمد عبد الله راعي الطائرة العامري، وأيضا وصلت معانا أمسية مطر بن غدير بن حمد الدرعي. هذا ندانا وعدسة الكاميرا أخذت لفة حتى المركز الثامن، ومن ثم نتقول وياكم بالوصف والتعليق على الشعارات. هل هناك يأتي شعار جديد يدخل في عالم الإذاعة؟ أما نحن في المثلث الذهبي نتواجد بحضور غوي ومميز من شعار راعي إعلان سهيل بن نصيب بن سهيل بن يطبع العامري، وراعي أبعاد أحمد بن سالم محمد الدرعية، والمركز الثالث راعي رغد منصور بن صالح بن عبد الله بن حبتور العامرية. أما المركز الرابع فعندنا العزرع عبيد بن راهد بن ناصر الدرعية، والمركز الخامس تأتينا سيوف أحمد بن حمد بن نصيب الجنيبية، إضافة إلى المركز السادس أرى دخول من الجانب الأيمن، هل هو دخول شعار بن ثعلوب؟ ننتظر اتضاح الشعارات لأنها متداخلة في بعضها البعض. على العموم نعود إلى المقدمة، نعود إلى التحركات من قبل رغد منصور بن صالح بن حبتور العامري. نحن في الكيلو الأخير، من دخلنا الكيلو الأخير بدأ التغيير الجذري في الشوط والحركة تغيرت. نجد رغد منصور بن صالح بن حبتور العامري في الصدارة، وفي المركز الثاني أبعاد أحمد بن سالم محمد الدرعي. نروح للمركز الثالث فنجد الضبيخ اللي هناك اللي هي إعلان سهيل بن نصيب بن سهيل بن يطبع العامري. أما المركز الرابع فوصلت معانا ما شاء الله في الوسط تحركات طيبة من قبل جاه عبد الله بن حمد بن حبتور العامري، جاه في المركز الرابع وتحرك خطير ما شاء الله. نسير للمركز الخامس، عندنا هناك راعي سيوف أحمد بن حمد بن نصيب الجليبي. نعود إلى المقدمة، نعود إلى رغد منصور بن صالح بن عبد الله بن حبتور العامري. يبدو ان بن حبتور نازل باسامي قويه، مركز الثاني ابعاد احمد بن سالم محمد الدرعية، المركز الثالث عندنا جاه تتواجد عبد الله بن حمد بن حبتور العامري. الله، بدأ تشغيل المحركات، بدأ الصراع الدرعي العامري. أبعاد وعندها أبعاد هناك في المسافات الطويلة، أبعاد والحضور المميز. سلام أحمد بن سالم بن محمد الدرعية، سلام على هذا الحضور، على هذا الأداء. انتزعت الشوط بحضور مشرف أبعاد لأحمد بن سالم محمد الدرعي. سلام والناموس على ما قدمت التوقيت، 4:33 65 جزء من الثانية. أما المركز الثاني، ثاني المراكز كانت فيها رغد منصور وصالح بن عبد الله بن حبتور العامري، المركز الثالث كانت فيها 19 السايحة سعيد بالدحبة بن قنازل العامري، المركز الرابع 24 جاء عبد الله بن حمد بن حبتور العامري، المركز الخامس كانت في إعلان سهيل بن نصيب بن سهيل بن يطبع العامري، المركز السادس كان من نصيب جمهور لعبد الله بن سالم بن ثعلوب الدرعي. الناموس مشاهدينا الكرام لراعي أبعاد أحمد بن سالم محمد العامري الدرعي، عفوا أبعاد لأحمد بن سالم بن محمد الدرعي.